أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن العمليات في مدينة درنا لا تستهدف تأمين ليبيا فقط بل دول الجوار والمنطقة الإقليمية بالكامل. وأشار المسماري إلى أن نجاح العمليات في درنا سيفقد التنظيمات الإرهابية موقعا استراتيجيا مهما وسيخلي نصف ليبيا من أي تمركز لهم، مؤكدا القضاء على قيادات كبيرة في هذه التنظيمات التي تدعمها قطر وتركيا، حيث يقاتل الجيش الليبي حاليا في آخر شوارع حي المغار.